مساء الخير وتحية لكل مشاهدي تلفزيون المستقبل، مساء الخير وتحية لكل محبي الرياضة، تحية لكل محبي كرة السلة. مني أنا معلق المباراة بافتتاح دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة بنسختها 23، معلق المباريات رح يكون معكم صبحي قبلاوي، زميل المخرج إبراهيم مكداش وفريق عمل تلفزيون المستقبل عم بيكون معكم اليوم لننقلكم أولى وعودة انطلاقة كرة السلة بلبنان. اليوم رح نكون معكم تلفزيون المستقبل من 24 الشهر ولغاية 13 يوم، كل يوم رح يكون عنا مباراتين على شاشة تلفزيون المستقبل لمشاركة سبع فرق لبنانية بهالنسخة 23 لدورة حسام الدين الحريري يلي كانت عربية ورح ترجع أكيد تكون عربية، ولكن بظل ظروف إيقاف كرة السلة اللبنانية الموسم الماضي يلي ما اكتمل لهلا، السيزن بعد ما خلص، ولكن مثل كل سنة إصرار على إقامة البطولة بالوقت اللي عم نشوف فيه المنصة الرئيسية وعم يتقدم الحضور راعية البطولة السيدة بهية الحريري رئيسة اللجنة العليا المنظمة ورئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الأستاذ جان همام، وعدد كتير كبير، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة روبير أبو عبد الله، الزميل حسام الدين زبيبو منسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل، وبالإضافة أكيد لحشد كتير كبير اليوم عم بيتابعنا بالملعب، بالإضافة كمان لعدد كتير كبير عم يتابعونا على الشاشات. البطولة اليوم رح تنطلق بهالوقت وبهالأثناء ورح تكون مع عريفة المهرجان بعد لحظات زميلتي هبة زيدان، ولكن بدي أقول لكم سبع فرق لبنانية، ولكن نحن كمان عبر شاشة تلفزيون المستقبل إن شاء الله رح نكون معكم بنقل مميز مع فريقنا التقني اللي موجود بالملعب، عندنا حوالي 9 أو 10 كاميرايات موجودين بالملعب لننقلكم بأحلى صورة دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة، ولحتى تستمتعوا معنا بمباريات كتير قوية اليوم. أولا رح تكون بين النادي الرياضي بيروت ونادي التضامن الذوقي اللي بيرجع لدوري الأضواء وجاي من تركيا من معسكر، رح أحكيكم كتير عن هالبطولة، ولكن هلأ رح نبلش مع كلمات أكيد ورح ناخد صوت زميلتنا هبة زيدان للانطلاق. فإذا لاعبين النادي الرياضي اللي عم يجروا عملية التحمية، وأكيد جمهور النادي الرياضي اللي موجود على أرض ملعبه بالمنارة. مساء الخير وتحية رياضية للجميع. نلتقي اليوم بالعاصمة بيروت وتحديدا بقلعتها الرياضية النادي الرياضي للسنة 23 على التوالي لتخليد ذكرى فقيد الشباب حسام الدين رفيق الحريري، ويلي هالسنة وعلى الرغم من الظروف الصعبة يلي عم تمر فيها الرياضة اللبنانية أصرت اللجنة العليا المنظمة أنه تصير الدورة بوجود سبع فرق لبنانية. البداية رح بتكون أكيد مع النشيد الوطني اللبناني. الرياضة والشباب بلبنان الراحل أونيشالهو.
بإصرارها وبدعمها وبحكمتها استمرت هالدورة يلي اختارتها من اليوم الأول لتكون أفضل طريقة لتخليد ذكرى شاب من عيلة ما بتعرف غير أنه تعطي وتساعد الشباب، لأنها بتآمن أنه المستقبل أي بلد ونهضة كل مجتمع. كلمة رئيسة لجنة التربية النيابية ورئيسة اللجنة العليا المنظمة النائب هي الحريري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم في بيروت عاصمة لبنان، عاصمة الوحدة الوطنية، عاصمة الإبداع والتفوق، عاصمة البطولة والشهادة. هذه المدينة التي فتحت قلبها وذراعيها لكل أبناء لبنان بأحلامهم وآلامهم، فبلسمت الجراح وفتحت الآفاق حتى أمست كل لبنان بطموحاته وعثراته، واتسع قلبها للأشقاء والأصدقاء، فكانت بيروت ولا تزال مدينة لا تموت مهما كانت التضحيات والتحديات. وأننا اليوم نعيد إطلاق دورة حسام الدين رفيق الحريري لكرة السلة، الدورة 23 من بيروت، لنقول للعالم أن بيروت ورياضيها وأنديتها أكبر من الحصار وأكبر من العقاب وأكبر من الإقصاء. بعد أن ملأ أبناؤنا المدى العربي والإقليمي ببطولاتهم ومهاراتهم، وارتقى لبنان بهم إلى مصاف الدول الكبرى رغم الأزمات والصعوبات التي يعيشها لبنان. تلك هي أسطورة هذا الشعب العظيم الذي ينهض دائماً من رماده ودماره وانقسامه، ليظهر تألقه بطولات وإبداعات ويمسح عن جبين الوطن آثار القتل والدمار. وكانت مسيرة النهوض يوماً بيوم ونجاحاً بنجاح، حتى كدنا نبلغ الكمال وحدة وإعماراً وتألقاً واستثماراً. وعاد إلينا أشقاؤنا وأصدقاؤنا ليشهدوا على إرادتنا الصلبة وعزيمتنا القوية ووحدتنا التي واجهت كل الأعاصير والفتن والانقسامات والجنون والضياع، لأن في لبنان من يؤمن بلبنان وطناً ليس ككل الأوطان. أيتها الشابات أيها الشباب، هذا الوطن وطنكم، فاحموه بأعينكم وضعوه في قلوبكم، ولتتشابك أيديكم خيراً وعطاءً وبناء ونجاحا، لتسلموه لأبنائكم وطنا سيدا حرا مستقلا. أيها الحفل الكريم، نحن اليوم عشية الذكرى 70 لاستقلال لبنان، عقود 7 عرفنا فيها الانهيارات والعثرات والانقلابات والاغتيالات والاقتتال والانقسام، وبقي العلم مرفوعاً بفضل مواكب الأحرار اللبنانيين الأبطال في كل مجال، في الرياضة والثقافة والفنون والعلم والإعمار والاستثمار في كل مجال. ومع كل تحدٍ كان الأمل يتوالد من عزيمة أبناء لبنان ويعيد بناء إرادتهم ليبقى وطنهم عزيزاً كريماً، وليبقى الإنسان في لبنان ثروة الوطن وراية الرايات. وأننا إذ نلتقي اليوم لنكرم السادة الرواد الأستاذ جان همام رئيس اللجنة الأولمبية، والأستاذ هشام جارودي رئيس النادي الرياضي في بيروت، والرئيس السابق لنادي الحكمة الراحل هنري شلهوب، والصحافة الرياضية
ممثلة بنائب رئيس جمعية المحررين الرياضيين في لبنان الأستاذ يوسف برجاوي، وهذا أضعف الإيمان، وأنني أحلم بأن يكون في كل لبنان تكريم لرواد الدولة المدنية الذين استطاعوا أن يبلوروا تلك الإرادة المدنية الصلبة للقطاع الخاص والمجتمع المدني في كل مجال. إنني أحمل إليكم تحيات الرئيس سعد رفيق الحريري، ويعدكم بأن نستضيف في الدورة القادمة كل أبطال العالم ليعيدوا الاعتبار لأبطال كرة السلة في لبنان. عاشت الإرادة الوطنية، عاشت البطولة، عاشت بيروت حبيبة رفيق الحريري، عاش لبنان. مثل كل سنة اللجنة العليا المنظمة بتختار شخصيات رياضية لتكرمها على مجهودها وعطاءاتها الرياضية، واليوم رح نكون مع أربع شخصيات. البداية رح تكون مع رجل من أهم صفاته الإدارة السليمة، وعرف النجاح على كل المستويات وخصوصاً على الصعيد الرياضي يلي خدمه أكثر من 40 سنة، وعلى أيامه عرفت كرة السلة اللبنانية نهضتها ووصلت إلى العالمية، رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية جان همام. الوفاء والعطاء والإخلاص، أعطى لبيروت ولبنان الكثير على كل الأصعدة الاقتصادية الاجتماعية والرياضية. رافق الكبار من لبنان وكان مثلهم كبير كمان، رئيس النادي الرياضي بيروت وعميد رؤساء الأندية العربية المهندس هشام الجارودي. الشخصية الثالثة اليوم حاضرة معنا لو كانت جسدياً غايبة، رجل أعطى بصمت للرياضة وللمجتمع اللبناني وما فرق بين طائفة وأخرى أو منطقة أو تانية. كل الاحترام لروح الرئيس أوني شلهوب يلي رح يستلم درعه نجله الأستاذ جورج شلهوب. الصحافة الرياضية إلى معنا كمان دور اليوم، فمن دون الإعلام وخصوصاً الرياضة ما كانت هالدورة نجحت وكبرت، لذا اليوم قررت اللجنة أن تكرم نائب رئيس جمعية المحررين الرياضيين مدير الرياضة بالسفير الزميل يوسف برجاوي. نتمنى أكيد أنه تكون دورة ناجحة مثل يلي سبقوها، على أمل عودة منافسات كرة السلة اللبنانية من خلال بطولة لبنان لكرة السلة أكيد أيضا إلى الملاعب. شكرا. فإذا من لحظات قليلة ورح نقلع معكم بالمباراة الأولى، يعني عنا خمس دقايق بس لنبلش بالمباراة الأولى، هيك بنعطيكم بريف سريع عن الدورة، بنعطيكم بريف سريع عن الفريقين اللي رح يلعبوا اليوم معنا
على أرض الملعب بقاعة الرئيس صائب سليم بالنادي الرياضي بالمنارة. انطلاق فأزن دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة النادي الرياضي مع جاء عبد النور، أمير سعود، علي محمود، عمر الترك، أحمد إبراهيم، إسماعيل أحمد، علي حيدر لاعب الجديد على النادي الرياضي، روي سميحة لاعب جديد مضى مع النادي الرياضي، بلال طبارة، ميغال مارتينيز، والعرقجي وعزة أيسي، والمدرب هو سلوبودان سوبوتيتش. أما بالنسبة لنادي التضامن الزوق، يعني التضامن هلأ بنحكي كتير خلال المباراة عن ماتشات الرياضي والتضامن، واحد من أعرق أندية لبنان نادي التضامن، نديم سعيد، ستيفن غراي اللاعب الأمريكي، جوني لطوف، بشير عموري وطارق عموري الإخوة، جيرارد فيموس، وبالإضافة لإدوار بشارة ومحمد همدر وحسن دندش، جاد بيطار، عماد سعادة وجون عاصي، والمدرب هو المدرب اللبناني مروان خليل ومساعده رولان تابت. وأكيد اليوم هالمباراة هي بانطلاقة مباريات الدورة، انطلاقة مباريات البطولة، وأكيد يعني مباريات رح تكون بشكل يومي عبر شاشة التلفزيون مستقبل، مش أبدا يعني مش رح يكون في شيء مسجل ليلا، رح نكون معكم بشكل مباشر دايما لتواكبوا أهم المباريات مباشرة على الهواء. النادي الرياضي اليوم رح يدافع عن لقبه بما أنه نسخة 23، أكثر الفرق إحرازاً لللقب هو النادي الرياضي بيروت، عنده 12 مرة نادي الرياضي بطل لهالدورة، وبكل تأكيد كمان كل محبي الباسكت بدنا نقول لهم إنه نشرة أخبار الفيوتشر استثنائياً تبع الساعة 3 رح تكون مختصرة، وبالتالي رح يكون عندكم فرصة إنه من 3:30 بعد الظهر تبلشوا تحضروا كرة سلة عبر شاشة تلفزيون المستقبل بشكل مباشر. وأكيد كل متابعينا وكل محبينا بيعرفوا أن كرة السلة إلى فترة كتير كبيرة واقفة النشاطات فيها، ولكن حاليا وبعد هالتكريم يلي صار اليوم داخل الملعب اليوم، يعني كرم رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الأستاذ جان همام، ولكن أكيد يلي بدي أقول لكم إياه إنه في حل انطبخ لكرة السلة، في حل لكرة السلة اللبنانية، وهو إنه رح يكون في استقالة للاتحاد الهيئة، ومن بعدها رح يتم انطلاق الدوري حسب معرفة خلال شهر كانون الأول. وكمان مش بس هيك، ان شاء الله من هون لاخر الشهر بيكون انعملوا الاجراءات لحتى ينرفع الايقاف عن لبنان، لبنان موقف دوليا، 7 فرق لبنانيه رح يلعبوا معنا. عم نشوف المنصه الرئيسيه، رئيس الاتحاد اللي لهلا بعد رئيس الاتحاد الاستاذ روبير ابي عبد الله، زميل حسام زبيبو، ممثلا امين عام تيار المستقبل احمد الحريري، وبالاضافه لشخصيات عسكريه كمان ممثلين للجهات العسكريه، النائب بهية الحريري، الرئيس هشام الجارودي رئيس النادي الرياضي، وكمان على المنصة الرئيسية الأستاذ جان همام، الأستاذ طوني خوري، الأستاذ حسان رستوم، الأستاذ نديم حكيم، جورج شلهوب، وبالإضافة للأستاذ نبيل حواط، يعني كل الشخصيات حاضرة اليوم بانطلاقة هالمباراة بانطلاقة هالدورة. وأكيد يعني يلي بدنا يتابع المباريات بدورة حسام الحريري بيعرف انه عم نحكي عن مباراة عادة كانت تاخد اهمية رياضي حكمة بالنهاية التسعينات، وقتها عم نحكي عن فريق كان التضامن يضم توني ماديسون، بس بكفي لكم انه التضامن كان وقتها معه توني ماديسون، إلي نصر، يعني لاعبين كبار قطعوا على التضامن، وجمهور التضامن وجمهور الرياضي بيعرف كثير منيح انه مباريات هالفريقين عادة ما بتكون حماسية كثير، وعادة ما بتكون ممتعة. كمان في عنا الهوبس مشارك بهيدي البطولة، الأنترانيك المتحد، الفريق يلي بدنا ننتظره كمان، نادي عمشيت مع لاعبه الجديد فادي الخطيب، وبالإضافة للكوتش غسان سركيس، وبالإضافة كمان لنادي بيبلوس موجود بهالبطولة، النادي الرياضي، نادي التضامن، والحكمة عم بيغيبوا هن والشانفيل، بيجي كانوا حسب معلوماتي جربوا يشتركوا بآخر أيام، يعني قبل تحديد موعد
الجدول، جدول المباريات، ولكن كانت سكرت اللجنة العليا المنظمة كل أمور المباريات، وبالتالي ما كان في مجال أبدا لأي فريق جديد أنه يشترك. أولى المباريات اليوم فأزن عم بتكون ما بين الرياضي بيروت، نادي التضامن الزوق على كل الأحوال جاي بمعسكر من تركيا، لعب بمعسكر بتركيا نادي التضامن، ربح مبارياته، لعب بالوقت اللي عم نشوف الفيرست فايف من النادي الرياضي، جاء عبد النور، علي محمود، احمد ابراهيم يلي راجع، حمد الله على السلامه لاحمد ابراهيم، روي سماحه، واسماعيل احمد. لورن ووتس موجود مع النادي الرياضي ولكن ما راح يكون على ارض الملعب لانه لورن ووتس بعده ما شفي 100% من اصابته، عمل عمليه الغضروف. في الوقت اللي عم نشوف نديم سعيد، ستيفن جراي، بشير عموري، جيرارد فيمس، الخمسة من قبل المدرب مروان خليل. على كل الأحوال فأزن المباراة رح تبدأ مع كمان خمسة فأزن على أرض الملعب من قبل النادي الرياضي، صاروا جاهزين. روي سماحة بينزل، البيج جاي اللبناني روي سماحة رح يكون بدل لورن ووتس، الرياضي رح يعتمد على بيج جاي اللبناني بهيدي البطولة. وأكيد يعني كمان اللي بدنا نقول إنه النادي الرياضي بيروت يلي عنده هيدي السنة لاعب جديد هو علي حيدر، رح خبركن عن علي حيدر اللاعب يلي كان يلعب بأمريكا، رح أعطيكم كل التفاصيل عنه وقت ينزل على أرض الملعب. روي سماحة كلنا بنعرفه، لاعب الحكم السابق، لاعب المتحد السابق، روي لاعب ممتاز ومن أطول اللاعبين اللبنانيين. أحمد إبراهيم بيرجع بعد ما السنة الماضية كان عنده كان هيك مشكلة بكتفه، جلطة صغيرة بكتفه، لكن الحمد لله على سلامته أحمد رجع على أرض الملعب ليكون موجود. من ناحية نادي التضامن نديم سعيد صار على أرض الملعب، حسن دندش وبشير عموري. أكيد يعني اللاعبين اللبنانيين بانتظار عودة هيك تطج الكرة على أرض الملعب، خليها تمشي بقى على الملاعب اللبنانية. ممثل دولة الرئيس المكلف تمام سلام الأستاذ محمد مشنوق هو رح يعطي إشارة انطلاقة المباريات بدورة حسام الدين الحريري، طبعا لأنه هالقاعة بتحمل اسم قاعة الرئيس صائب سلام، وهيدي فقط يعني ما راح يكون ليك. شوف علي محمود هو اللي راح يعمل هالبدايه، لا بيرجع بيجي روي، بقرب روي سماحه هو اللي يكون على الجامب بول باول المباراه. استاذ محمد المشنوي اللي كمان سابقا كان عضو بالهيئه الاداريه للنادي الرياضي، وانطلاقه المباراه المفروض تصير هلا، بدها تبلش المباريات ويبلش الاثاره والحماس. هالمرة مرة ثانية يعني زبطت هالمرة. خلينا نروح على المباراة الأولى بالبطولة اليوم، خلينا نروح على المباراة الأولى. إسماعيل أحمد اللي وقع مرة جديدة مع النادي الرياضي ليكون إلى جانب لاعبين الفريق. إسماعيل على الرغم من أنه تخطى ال 37 سنة ولكن النادي الرياضي بيوثقوا كثير باسماعيل احمد، ومع اسماعيل احمد شافوا انجازات كثير كبيره. حسن دندش لاعب اثبت حاله بشكل كثير كبير بالباسكتبول اللبناني. بدايه المباراه نديم سعيد عم يدافع عليه جان عبد النور، بيعرف جان قديش خطر نديم وهو راح يكون محور الفريق. اولى السلات بهالبطوله عم بتكون للاعب رقم 24 جيرارد فيمس. وقتها كان كوتش غسان سركيس مع منتخب لبنان كان عم يجربوه ليجنسوه لجيرارد فيمس، بيسجل اولى نقاطه بالجيم. جاء عبد النور على البوست، علي محمود اوبن شوت عن ارك لثري بوينتس ما بيسجل، الريباوند لبشير عموري، الريباوند لبشير العموري. مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي، جيرارد فيمس عم يضطر يطلع على لبرا. على كل احوال النادي الرياضي يمكن هو اكثر فريق جاهز بالبطوله لهلا. حسن دندش بيسجل بطريقه حلوه كثير. ليش عم نقول النادي الرياضي؟ لانه صار لهم شهرين لاعبين النادي الرياضي عم يتمرنوا مع الكوتش صوبوتيتش، وبالتالي
بعتقد حيكونوا فنيا جاهزين وجسديا اكثر من اي فريق ثاني. اسماعيل احمد بيسجل اولى نقاط فريقه النادي الرياضي بالجيم وبيفتتح سليت النادي الرياضي. نديم سعيد لجيرارد فيموس. نديم سعيد في دبل فاول علي محمود وحسن دندش. بلشة حامية بين حسن دندش وعلي محمود. ربيع المصري رباح نجيم على أرض الملعب وعادل خويري ثلاث حكام لبنانية. اوبن شوت لبشير ما بيسجل. الريباوند لجان عبد النور. اسماعيل احمد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لنديم سعيد. عم يطلع بالفاست بريك نديم بس ترانزيشن ديفنس كانت سريعه جدا من لاعبين النادي الرياضي. ومن نقطتين ما بيسجل كمان، يعني جرب ياخذ تسديده سهله ستيفن جراي، ولكن هون مرة جديدة حسن دندش وعلي محمود. تحية مصورنا حسن دندش وعلي محمود. هون بالإعادة عم نشوفها، ما بعتقد في شيء رح يصير على الملعب، ما رح نقدر نلقطه. برجع يعني عم بقول لكم فريق عمل تلفزيون مستقبل عندنا حوالي 10 كاميرات بالملعب الليلة وكل ليلة. علي محمود بيسجل عن الفري ثرو لاين، ولا نقاطه بالجيم لعلي. علي ما بيسجل، هو بيرجع بالتقط الاوفنسيف ريباوند ومن قدام جيرارد فيموس. يعني جيرارد فيموس اكيد ما ذنبه لانه علي اجى من الباك دور، اجى من برا علي، ما كان ابدا مانو لعلي. حسن دندش عم يدافع علي محمود على حسن. نديم سعيد جيرارد عم ياخذ الدرايف على الباسكت، كان في ديفنس بيمنعه انه ياخذ التسديده باقي ثانيتين على ال 24 ثانيه. احمد ابراهيم بيرتكب الخطا. احمد ابراهيم يعني عودته على هيدي المباريات وعلى هيدي البطوله كانت مفاجاه، يعني معظم الاخبار اللي كانت طالعه كانت عم تقول انه احمد ما راح يلعب هيدي البطوله، ولكن يلي واضح انه احمد مصر انه يرجع على الجيمات بقوه، لانه بتعرفوا اصلا البطوله صار لها 6 7 اشهر ما تكملت، واحمد كان عنده قبل من اول السيزون اصيب وقعد على البنش، وبفتره العلاج اللاعب بده وقت ليرجع يفوت بمود الجيمات. بشير عموري حلو كثير، حلو كثير من بشير عموري، حلو كثير بشير عموري، بيقدر انه يسجل من هالدرايف الذكيه. تبديل كمان بيدخل على ارض الملعب بنادي التضامن اللاعب رقم 8 احمد ابراهيم. اوه حلو كثير. عماد سعاده هو اللي عم بيكون بول هاندلر التضامن وبوينت جارد. علي محمود عم يدافع، يعني الكوتش مروان خليل بعتقد ما بده اياها حسن دندش يخسره بالاخطاء بالوقت يلي فيموس عم بيسجل نقطته الخامسه من مسافه بعيده. صاحب المترين و9 سنتيمتر مواليد 88. كمان مره جا عبد النور هالمره ما عم بيسجل. 7-8 لا او 9-7 بال في شيء بسكور، يعني على سكور بورد هون السكور 7-8 بالملعب. فاست بريك مع جا عبد النور وفي خطأ على عماد. خطأ على عماد. تورن اوفر على النادي الرياضي. الفاست بريك ممكن نشوف الشوت تايم، ولكن عادل خويري بيقول في خطأ. عادل خويري بيقول في خطأ، وبالتالي ما عم تحتسب هالباسكت على الرغم من انه
حلوة كتير كانت هالشو تايم. هون عم نشوف الخطأ كان على علي محمود ليوقف الفاست بريك. فيموس على البوست مع روي بيبرم ما بيسجل. الريباوند لبشير عموري ممتاز. بشير ثالث ريباوند لقلب الجيم وتسديد عن ارك 3 بوينتس تتسجل. عم بيلعبوا بشكل ممتاز صراحة التضامن. يعني كنت قلت انا بلشت حديثي انه الرياضي جاهزين، ولكن التضامن كمان تورن اوفر على النادي الرياضي وان سبورتسمان لايك فاول على روي سماحة. الرياضي والتضامن كانوا لعبوا من حوالي 10 ايام فريندلي جيم، ولكن الرياضي كان ربح بفارق 20 نقطة. هيدا الشيء يمكن اللي خلاني انا بلش الجيم اقول انه الرياضي جاهز اكثر، ولكن هيدا درس انه الواحد ما يحكم على الاشياء بسرعة، يترك القصص تاخذ مداها وبعدين يحكم. هيدا يلي عم بنشوف هون بداية ممتازة للتضامن 11-7 ما قدر يسجل على الفري ثرو لاين، ولكن التضامن راح يكون عندهم الكرة من نص الملعب، بوسيشن من نص الملعب. عماد سعادة، نديم سعيد، نديم هو هداف فريق التضامن. يعني بشير عموري، بشير من نقطتين ما بيسجل. الريباوند جان عبد النور من فوق الكل بيلتقط الريباوند الثاني لإله جان عبد النور. جان عبد النور اسماعيل احمد وصلها لروي ما بيسجل. الريباوند لعماد سعاده. روي سماحه اسيست كانت حلوه كثير لو كملها روي من اسماعيل احمد. عم بيلعبوا بهذا لاعبينه لمروان خليل، عم يلعبوا بهذا. كره بتوصل عن بشير عموري تحت الباسكت. بشير ما بيسجل. الريباوند لاسماعيل احمد. بشير عموري لاحمد ابراهيم. احمد ابراهيم دفاع التضامن عم بيكون ممتاز كمان، دفاع التضامن عم بيكون مركز ومحضرين منيح لجيم النادي الرياضي. روي بيعمل هالموف حلو كثير روي وبيسجل. روي سماحه، روي سماحه بيقدر انه يسجل. مواليد ال 84 روي، مترين وخمسة مترين وستة تقريبا روي سماحة. نديم سعيد معه جان عبد النور. نديم سعيد بيخترق هو. حلوة من نديم سعيد. أولا نقاطه بالجيم بس بطريقة استعراضية. وأحمد إبراهيم عن أرك 3 بوينتس ما بينجح إنه يرد. البوسيشن رح تبقى للنادي الرياضي. الكرة من برات الملعب. جرب أحمد إبراهيم يرد 13-9. بداية ممتازة للتضامن، بداية ممتازة بهالجيم. روي سماحة، أحمد إبراهيم. روي شوفوا الدفاع من نادي التضامن. الفوكس يلي عم يعملوه التضامن على الديفنس عم بيعطيهم تقدم 13-9 على ارض ملعب النادي الرياضي. بافتتاح مباريات دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة، كرة لعند اسماعيل احمد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لمين رح يكون؟ كمان اوفنسيف ريباوند لعلي محمود. اسماعيل احمد تحت الباسكت بذكاء بخبرة. اسماعيل احمد بذكاء وبخبرة بيعمل الفيك، بيهرب من البلاك شوت اللي كان عم جرب يعملها بشير عموري وبينزل الفارق لنقطتين 13-11. ولهلا على ارضه النادي الرياضي ما نجح انه يسجل ولا اي 3 بوينت بالوقت يلي جراي كان عم يجرب انه يسجل عن ال 3 بوينت. احمد ابراهيم وبيسجل. احمد ابراهيم بيسجل من هالبنتريشن نقطته الرابعه. احمد ابراهيم لاعب ممتاز ورح يكون يعني السنه الماضيه بلشت هيك احكي عنه، ولكن يمكن القدر ما كمل معه للاخر لاحمد بالسيزون الماضي. بعتقد هيدا السيزون احمد رح يكون جاهز اكثر. هو كان لعب بالان سي دبل اي بجامعه رايس يونيفرسيتي. طوله مترين واثنين، مواليد 92 احمد ابراهيم. جان عبد النور نديم سعيد ما عم يتركه يتنفس لجان عبد النور. تورن اوفر، رابع تورن اوفر على النادي الرياضي بالجيم لهلا. نديم سعيد تحت الباسكت وباسكت ان لنديم سعيد.
باسكت ان لنديم السعيد، والرابع تورنوفر على النادي الرياضي، 4 تورنوفرز. على فكره ممكن تكون المباراه الوديه اللي لعبوها النادي الرياضي ونادي التضامن قبل حوالي 10 ايام بتاثر، يعني هيك شوي الواحد بعقله بصير يقول خي نحن لعبنا مع التضامن كنا نوعا ما اخذين عليهم 20 نقطه فايزي المباراه، ولكن اللي واضح انه التضامن فايتين عم يفرجوا صورة حلوة كتير، إن شاء الله تكون هيدي الصورة اللي حيفرجوها بالسيزن اللي جاي وقت يقلع، لأنه هيدا التضامن اللي كلنا بنعرفه من زمان وقت توني ماديسون ووقت نجومه، 5 تورنوفر على النادي الرياضي، ولهلا ولا أي 3 بوينت للنادي الرياضي على الرغم من إنه الفارق نقطة لمصلحة التضامن، 15-16، فيمس عن الـ 3 بوينتس ما بيسجل، الريباوند لروي سماحة. رجعوا على الدفاع بشكل كتير سريع لاعبين تضامن بوقفوا الفاست بريك تبع النادي الرياضي، لون جديد للنادي الرياضي بالتياب، عادة أصفر وأزرق، الأصفر والأزرق صاروا جايين على الجناب، أمير سعود بيدخل بدل جان عبد النور، أمير سعود أثبت أنه كان امير النادي الرياضي السيزون الماضي وقدر يعمل سيزون ممتازه لقبل ما تتوقف السيزون. حلو كثير لو مرقت هالكره من عماد احمد ابراهيم، احمد ابراهيم اوه جاهز ما شاء الله 100% احمد ابراهيم جاهز، بيستعرض احمد ابراهيم بالوقت يلي ما عم ينجح انه يسجل اللاعب جراي، علي محمود لأمير سعود سجل، بشير العموري بلتقة الريباوند الرابع، 11 ريباوند للنادي الرياضي لهلأ بالجيم ملتقطين مقابل 7 منهم 4 لبشير عموري بالتضامن، فيموس وصلها لبشير العموري تحت الباسكت وبيسجل بشير عموري، حلو كتير مبلش هالمباراة، حلو كتير 18-17 التقدم بنقطة لنادي التضامن، آخر ثواني الكوارتر الأول، آخر ثواني الكوارتر الأول، أمير سعود، أمير بوصلها لعند إسماعيل أحمد، بيخترق إسماعيل بردها لعند أمير سعود، ولكن 3 سكندز على روي سماحة، تورن أوفر على النادي الرياضي، سادس تورن أوفر على النادي الرياضي، بمقابل تورن أوفر واحد بس على التضامن، 6 تورن أوفرز كتار بأول كوارتر على فريق مثل الرياضي، وسهلا دائما يعني دورة وخصوصا دورة حسام الحريري 23 سنة الفرق اللبنانية اوفنسيف فعال على نديم سعيد، هالمرة تورن اوفر على نادي التضامن، الفرق اللبنانية بجربوا لاعبينهم فيها بالكوتشية بجربوا السيستم يلي عندهم اياه، مهمين يعني الفرندلي تورنمنتس والفرندلي جيمز عادة بيكونوا مهمين جدا للكوتشي والفريق، اخر ثواني الكوارتر الاول علي محمود ما بيسجل، فيموس بيلتقط الريباوند، الكوارتر الاول عم ينتهي 17-18، بنوقف مع بريك سريع. Better execution. We don't read their defense. We don't use our skill. Go close to your player. Okay, listen. We do the same thing. With me. Okay, you are in the corner. You are here. Amir. Okay. So you come on the inside. Pick and roll. After Roy. Play screen for Amir. I stay here. You are in the corner. Come in the corner. Okay. Come on, guys. Come on. Defense on 3, defense on 3. 1, 2, 3, defense!
فإذا عودة نحن وياكم لمتابعة الكوارتر الثاني من المباراة، أولى مباريات دورة حسام الدين الحريري لكرة السلة بنسختها الـ 23 يلي راح يحتضنها ملعب النادي الرياضي بالمنارة من اليوم ب 14 تشرين الثاني إن شاء الله لنهار 26 تشرين الثاني موعد المباراة النهائية الساعة 8:30 بالليل. سبع فرق لبنانية، النادي الرياضي بيروت ونادي التضامن الزوق عم يبلشوا هيدي البطولة وهيدي المباريات، سلسلة المباريات يلي راح يكونوا بمعدل مباراتين يوميا، كل يوم في جيمين منقولين مباشرة على الهواء. وبالوقت يلي جراي عم بيسجل عن ارك الثري بوينتس، جراي عم بيسجل تاني ثري بوينت له 2 من 4، وبشير عموري عم يلتقط الريباوند الخامس له، وفيموس تحت الباسكت وفي خطأ جراي سجل بطريقة حلوة كتير عن ارك الثري بوينتس، وبشير عموري ما عم بيخلي الريباوند يعتب عليه. فيموس هو اللي عم بيكون على الفري ثرو لاين. ستيفن جراي متر وخمسة وتسعين سنتيمتر. بالوقت اللي عم نشوف جيرارد فيموس على الفري ثرو لاين، جيرارد فيموس مترين وتسعة. اثنين وعشرين تسعة عشر التضامن. ومروان خليل لهلا، مروان خليل عم بيعمل شغل كتير كبير على ارض الملعب اساسا، يعني الكوتش مروان خليل اثبت انه رقم صعب بالكوتشية اللبنانية. برافو لمروان. بالوقت يلي امير سعود بيرد، امير سعود عن ارك 3 بوينتس، المسافة يلي بحبها امير سعود وعلى ارضه. بالوقت يلي كمان سلوبودان سوبوتيتش المدرسة الاوروبية يلي سلوفينية اللي بتعتمد على الديفنس بشكل كتير كبير، شفنا كيف دغري رد له اياها لمروان خليل، وكمان عم بيلعب لاعبينه الديفنس من اول ملعب التضامن. بشير عموري ما بيسجل، جا عبد النور بيلتقط الريباوند، جا عبد النور واسماعيل احمد، علي محمود، امير سعود وروي سماحه، بينما بشير عموري، جيرارد فيموس وستيفن جراي. فيموس بيلتقط الريباوند، نديم سعيد وعماد سعاده من قبل التضامن. ريباوند جديد لنادي التضامن، 14 ريباوند للرياضي بمقابل 10 للتضامن، الارقام متعادله ب 4-2 22-22. نديم سعيد، نديم جراي مع جا عبد النور، خطر جراي، خضر، اوه 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 هيدي فرصه ما لمست الرم، ما لمست الحلقه، وبالتالي الكلوك فايوليشن تحتسب. علي حيدر عم يدخل على ارض الملعب، علي حيدر لاعب جديد بصفوف النادي الرياضي، مواليد التسعين، لاعب لبناني كندي، لاعب بجامعة ميشيغان بال انسي دبل اي ديفيجن 2، مواليد التسعين. علي حيدر بيلعب على مركز الفور، امير سعود، اوه حلو حلو كثير البلاك شوت من فيموس، حلوه. ميغال مارتينيز دخل لارض الملعب كمان بهالوقت، ميغال بيخلي الكره لمصلحه النادي الرياضي، بلوك شوت كانت حلوه كثير من جيرارد فيموس، حلوه 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 الاسيست من اسماعيل احمد. حلوه المباراه، حلوه المباراه، يمكن زعلنا انه ما كان في فيلم، ما في فرق عربيه بهالنسخه، ولكن الفرق اللبنانيه عم بيكونوا قدا وزياده. نديم سعيد عن ارك 3 بوينت ما بيسجل، جيرارد فيموس لخشت المره من اسماعيل احمد، وجا عبد النور عم ينطلق بالفاست بريك، كره لعند علي حيدر، اول كره بتوصل على البوست لعلي حيدر، جا عبد النور لاسماعيل احمد، اسماعيل عم بيخترق، اسماعيل احمد مع الباك بورد بيسجل اسماعيل احمد، يعني الرياضي عم ياخذ الليد وعم يتقدم 26-22. وديفنس مان تو مان ديفنس، ستيفن جراي من شوي اخذ تسديده كثير صعبه لانه كان عليه ضغط دفاعي كثير من جا عبد النور. نديم سعيد، نديم عم يخترق هو على الباسكت ما بيسجل، علي حيدر بيلتقط اول ريباوند له،
والريباوند رقم 17 للنادي الرياضي. اسماعيل تحت الباسكت. علي حيدر. علي حيدر بده وقت، يعني يمكن هيدي ثاني مباراة بيلعبها او ثالث وحدة مع النادي الرياضي، لعب مباراة ودية مع نادي التضامن ووحدة مع نادي عمشيت. ريباوند جديد للنادي الرياضي. عماد سعادة عم بيستقتل على الكرة، في ووكينج على عماد. اللي بدي اقول لكم اياه هون الرياضي عم يلقط شوي بهالكوارتر الثاني ببدايته، يعني باول اربع دقائق وشوي عم يلقط تيمبو المباراة مثل ما بده النادي الرياضي، لانه سلوبودان سوبوتيتش غير اسلوبه الدفاعي، قدر يفاجئه لمروان خليل وقدر ياخذ المباراة نوعا ما للضفه اللي بده اياها، لانه شايفين التضامن بتقليعه الكوارتر الثاني ما عم بيكونوا مفوكسين مثل اول كوارتر. اول كوارتر كان انتهى 17 18 وتقدموا بفارق نقطة التضامن. جمهور التضامن كمان حاضر من الزوق لبيروت لحتى يتابع فريقه. عماد بوينت جارد نادي التضامن بالوقت اللي حسن دندش عم يتقدر للدخول لأرض الملعب. ما بيسجل هون، كانت حلوة هالمحاولة من طارق عموري. الوقت اللي جاء عبد النور ما عم بيسجل، الريباوند لمين عم بيكون؟ لعلي حيدر. اوه اللي تكنيك باول سله باين عالي عند علي حيدر، يعني الجامب هو عنده كتاف ما شاء الله عراض علي حيدر، يعني مش عم بتغزل فيه لعلي حيدر هون هلا طب ما يطلع حدا يتفلسف، بس انه الشرح مهم على هيك محل. كتافه عراض، عنده سايز تحت الباسكت، بيقدر ياخذ مجال هو عم يطلع يلتقط الريباوند، والموفي اللي عملها بينت عن تكنيك كثير عالي. تايم اوت، خلينا نسمع التعليمات. انتهاء التايم اوت، انتهاء التايم اوت وعودة اللاعبين لأرض الملعب بالنادي الرياضي لأولى أيام دورة حسام الدين رفيق الحريري لكرة السلة بنسختها 23. بكرة المباريات بتبلش الساعة 3:30 من بعد الظهر إذا الله راد. بعدهم شوفوا فول ديناي، كل لاعب عم يخلي اللاعب الثاني يتنفس بالنادي الرياضي. محمد همدر دخل لارض الملعب، جول تاندينج تحتسب الكره مظبوط، قرار الحكام اللبنانيه، ثلاث حكام لبنانيه، الحكم عادل خويري، رباح نجيم و ربيع المصري. علي حيدر، حلو حلو التمرير لعند امير سعود عن الثري بوينت، ما بيسجل. الريباوند، في صراع تحت الباسكت، ولكن محمد همدر لاعب يلي عنده تايمينج ممتاز على الريباوند وعنده تايمينج ممتاز على البلاك شوت، بيعمل تورن اوفر هون، يعني انتقلت عدوى التورن اوفرز يلي كان بلشها النادي الرياضي، كان عمل 6 تورن اوفرز باول كوارتر، انتقلت هالمره عادة التورن اوفرز لعند نادي التضامن. علي حيدر عم بيخترق وبيحصل على الخطا. علي حيدر، علي حيدر بيحصل على
علي محمد حيدر مواليد 20 تموز 1990 علي حيدر خلقان بلبنان على كل الأحوال وكان يلعب بأكاديمية هارلم لكرة السلة نادي التضامن الزوق كان بمعسكر بتركيا لعب مع الفريق الرديف لنادي فينربخشي التركي ولعب مع نادي أكاديمية إسطنبول وربحهم المباراتين نادي التضامن بتركيا فيمس بيخترق فيمس وبيسجل بيعمل درايف حلو كتير على الباسكت نقطته السابعة لجيرارد فيمس مع ثلاثة ريباوند وجيرارد فيمس بيقدر انه يسجل نقطته السابعة لهلأ افضل سكورر بالمباراة عم بيكون هو جيرارد فيمس بسبعة جيرارد فيمس سبعة وستيفن جراي ست نقاط اسماعيل احمد ست نقاط احمد ابراهيم ست نقاط ريباوند لمحمد همدر حسن دندش عم يدافع عليه ميغال مارتينيز حسن دندش بيهرب من ميغال مارتينيز بوصلها لجيرارد فيمس توصل لتحت الباسكت لعند طارق العموري ولكن في خطأ على أمير سعود خطأ على أمير سعود بالوقت اللي نديم سعيد عم يرجع يدخل لأرض الملعب بدقيقتين و58 ثانية لنهاية الكوارتر الثاني التضامن رح يلعب بأجنبي واحد بهالدقيقتين و58 ثانية إذا ما رجع أدخله يعني إذا ما رجع مروان خليل كوتش التضامن طلب منه لستيفن جراي إنه يدخل للملعب جيرارد فيمس جيرارد فيمس ما بيسجل ولكن بيحصل على الخطأ النادي الرياضي من أول الجيم عم يلعب بأجنبي واحد هو فقط إسماعيل أحمد يلي عم يرتكب أول خطأ إسماعيل أحمد لارون وودز هو مع النادي الرياضي ولكن العملية اللي أجراها بركبته منعته أنه يكون بالفريق خلال دورة حسام الدين الحريري فيمس عم بيسجل ويتابع بدايته الممتازة نقطة الثامنة كل جمهور النادي الرياضي اللي بده يتابع على الرياضي كلوب على الفيسبوك في تابع صور من قبل فريق عمل هالبيج كمان يعني يلي إذا في بيج لنادي التضامن بتمنى حدا يبعث لي إياها كمان لحتى نعلن عنها فاست بريك مع النادي الرياضي كرة تورن اوفر محمد همدر فرق كتير محمد همدر مع نادي التضامن همدر تورن اوفر تورن اوفر على نادي التضامن قلت لكم يعني تورن اوفرز بالكوارتر هيدا فقط الثاني على نادي التضامن كانوا اربعة حسن دندش بياخد اوبن شوت عن ارك 3 بوينت ما بيسجل ما بعرف ليش سرعة هالقد المباراة سرعة كتير الجيم سرعة الجيم كتير بهالأوقات وأخذ تسديدة سريعة حسن دندش عن آرك لتري بوينت جا عبد النور تقدم بنقطتين للنادي الرياضي إسماعيل أحمد لعند علي حيدر عن آرك لتري بوينت وبيسجل علي حيدر عن آرك لتري بوينت نقطة السابعة أوف ذا بنش بالوقت يلي بلال طبارة عم يتحضر للدخول لأرض الملعب اوف ذا بنش نقطته السابعة لعلي حيدر بيعطي التقدم بفارق خمس نقاط للنادي الرياضي فيمس مع اسماعيل احمد باقي ثلاث ثواني على 24 ثانية لازم يسدد نديم سعيد بيسدد على البازر ما بيسجله محمد همدر بيلتقط ريباوند ولكن تورن اوفر ولكن هذا ثالث ريباوند له امير سعود ما بيسجل الريباوند لعلي حيدر تحت الباسكت وما بيسجل علي حيدر ريباوند لمحمد همدر لاحظتوا كم مرة قلنا اسم محمد همدر على الريباوند لأنه بالفعل عمل شغل كتير كبير تحت الباسكت وقتها دخل قلت لكم عنده تايمينج ممتاز هو أساسا لاعب طويل يعني مترين وأربعة مترين وخمسة محمد همدر وبالتالي التايمينج اللي عنده إياه وطوله عم بيساعدوه أنه يفرض سيطرته على الريباوند
بهالوقت تايم اوت للمدرب مروان خليل، تايم اوت لكوتش مروان خليل ليعطي تعليماته باخر 49 ثانية. تايم اوت اخر ثواني الكوارتر الثاني بهالاوقات، وباسكت تتسجل عن طريق طارق عموري، ذكيه كانت لعبوها بعد هالتايم اوت لاعبين التضامن. اوفنس للنادي الرياضي، امير سعود ما بيسجل عن الثري بوينت، فيمس بالتقط الريباند وتورن اوفر جديدة، خامس تورن اوفر بالكوارتر الثاني على نادي التضامن، يعني انعدوا التضامن. خطأ على جيرارد فيمس. المنصة الرئيسية مرة جديدة والرسميين You give them the look, 2-3, and then on the cutter you start moving. Okay, you have one foul to give, so if you get beat by your man, watch Ismail inside. They might have the line. They might have the line. Let's go. رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي والاستاذ محمد المشنوق ممثل دولة الرئيس المكلف تمام سلام. نديم سعيد هون بيصلي حلو كثير مع مساعدة البورد. باقي 7 ثواني فاصلة اجزاء من الثانية لنهاية الكوارتر الثاني. خطأ على عماد، خطأ على عماد اسعادي بالوقت اللي التضامن عم يلعب بلبنانية بس على ارض الملعب، ما بده مروان خليل ياخذ ريسك باي لعيب اجنبي يعمل له شيء فاول منه محسوب. ميغال مارتينيز بيسحط على ارض الملعب بيرتكب تورن اوفر، واخر ثانيتين من الكوارتر الثاني. هلا حيقدر حدا من التضامن يسجل على البازور، يعني بترجع سنين هيك شي 10 12 سنه لورا او اكثر كمان، بركي بيرجع توني ماديسون بيسجل له شي وحده على البازر للتضامن. حلو ذكيه، ولكن علي حيدر قدم ظهور اول ممتاز. علي حيدر قدم اوراق اعتماده بشكل ممتاز. علي حيدر على كل الاحوال رح نشوف انا وياكم ابرز اللقطات من هالمباراه باعادات من عند زميلنا المخرج ابراهيم مكداش والاحصاءات، ومن بعد ما تشوفوهم نطلع بريك وبنرجع على ملعب الرياضي. خليكم معنا.
talk dirty to me. Talk dirty to me. نحن وياكم مشاهدينا لمتابعة النهار الأول، لمتابعة وقائع دورة حسام الدين الحريري ل23 لكرة السلة من قاعة النادي الرياضي، قاعة الرئيس صائب سليم بالمنارة. أول نهار من هالبطولة، المباراة الأولى بين الرياضي بيروت والتضامن السوق، مباراة عم بتكون عم تعطي عنوان كبير لانطلاقة مباراة ومباريات بطولة حماسية جدا. أول كوارتر كان انتهى 18-17، ثاني كوارتر 33-30. بالوقت اللي عم نشوف أجمل السلات يلي صاروا بأول هاف من هالجيم، وأكيد يعني هالمباراة يلي بالنهار الأول المباراة الافتتاحية، ولكن كل يوم من الساعة 3:30 رح نبلش مباشرة على الهواء، بالوقت يلي اكيد فريق عمل تلفزيون مستقبل يلي رح يكون معكم على مدى كل هالايام، ما في شيء مسجل، كله مباشر على الهواء. 3:30 مباشرة على الهواء اول مباراة، 5:30 ثاني مباراة. اليوم رياضي تضامن عم يعطوا عنوان كبير لهالبطولة، فرق لبنانية عم بتشارك، 7 فرق لبنانية، هوبس، انترانيك، رياضي، متحد، عمشيد وبيبلوس عم بيشاركوا بهالمباريات. هيلعبوا الفرق كلهم دوري تقريبا، يعني بنظام الدوري، ومن بعدها كلهم بيلعبوا ضد بعض، ما في مجموعتين، مجموعة واحدة. أول 4 بيلعبوا كروس نصف نهائي، يعني الأول مع الرابع، الثاني مع الثالث، وآخر 2 بيلعبوا على الفاينل. يعني هيك رح تطلع الدورة 13 نهار، يعني كنا قبل الدورة نتابعها ماكسيموم بأسبوع لأنه بيكون في فرق عربية عندها ارتباطات خارجا، ولكن هالسنة بما أنه الفرق بس لبنانية، وبما أنه الفرق اللبنانية محرومة من المشاركات الخارجية ومحرومة من المشاركات بالدورات الخارجية، كانت الاختيار على الفرق اللبنانية. ولكن بحديث قبل انطلاقة هيدي الجيم، بالمناسبة هون رح أخبركم شو صار بانطلاقة المباراة، ولكن خليني أقول أنه علي حيدر عم بيسجل لقطتين جديد، نقطة 9 لعلي حيدر، بسرعة بيكون أفضل سكورر مع جيرارد فيمس، كل واحد منهم معه 9 نقاط و4 ريباوندز، متعدين بكل شيء علي حيدر وجيرارد فيمس. وبهالوقت علي حيدر كمان عم بيعمل بلوك شوت، أول بلوك شوت بالمباراة. الخمسة يلي عم يبلشوا الكوارتر الثالث من النادي الرياضي هن أحمد إبراهيم، علي حيدر، وعلي محمود، واسماعيل احمد، وجا عبد النور كابتن النادي الرياضي، بينما بشير عموري يلي عم يسجل من المسافه البعيده هالمره هو وحسن دندش وخيو طارق عموري وجيرارد فيمس وستيفن جراي، هن اللاعبين اللي عم يبلش فيهم المدرب مروان خليل الكوارتر الثالث. علي حيدر من نقطتين ما بيسجل فيمس، ولكن اللي بيعمل الستيل هو علي محمود. علي حيدر هون جرب يعطي الاكسترا باس لعند اسماعيل احمد لانه كان في كمل على الباسكت. في كمل كان على الباسكت. اوت اوف باوند. واس احمد ابراهيم بيسجل بهالاختراع على البيز لاين. نقطة الثامنة لأحمد إبراهيم. مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي، دفاع المان تو مان. بشير العموري، بشير العموري هالمرة كمان بياخد فورس شوت لأنه الديفنس كان قاسي من النادي الرياضي. علي محمود بيسجل، علي محمود بيسجل نقطته الخامسة، وأسيست لاسماعيل احمد. نقطة الخامسة لعلي محمود، 41
34 وحسن دندس بيهرب بطريقة ذكية من علي محمود وما كان في حدا تحت الباسكت ليمنعه. بيقدر انه يسجل. لورين ووتس موجود على البنش ما راح يشارك مع النادي الرياضي ابدا بهالمباريات. اسماعيل احمد لعند علي حيدر ما بيسجل. الريباوند لجيرارد فيموس. الريباوند الخامس لجيرارد فيموس. التضامن على الاوفنس. طارق العموري بلوك شوت من احمد ابراهيم. بتبقى البوسيشن لمصلحه التضامن. اوت اوف باوند. علي محمود بول هاندلر الرياضي والبوينت جارد من اشهر وافضل البوينت جاردية اللي قطعوا على الاثنين نقطة ال 11 دبل فيجرز لعلي حيدر اوف ذا بنش. برجع بذكركم يعني ما بلش المباراة علي حيدر. ثلاث حكام لبنانية على ارض الملعب. رباح نجيم، عادل خويري وربيع المصري. ثلاث حكام لبنانية. الرياضي 43 تضامن 36. ستيفن جراي ما بيسجل من المسافة المتوسطة. بشير عموري قصيرة عن ارك 3 بوينتس. اسماعيل احمد وصلها لعند جا عبد النور. فاست بريك ولكن في ستيل كان حلو كثير من ستيفن جراي. تبقى البوسيشن لمصلحة النادي الرياضي. اوت اوف باوند لمصلحة النادي الرياضي من خارج الملعب. والعرقجي دخل المباراة. وائل السنة الماضية بدورة حسام كان طلع من أفضل اللاعبين. وبالوقت يلي أحمد إبراهيم عم بيسجل أول 3 بوينت له وأحمد إبراهيم عم بيتساوى بالنقاط هو وعلي حيدر. أحمد إبراهيم وعلي حيدر كل واحد منهم معه 11 نقطة. جديدة من بشير عموري. احمد ابراهيم عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. علي حيدر بيلتقط الريباوند ما بيسجل. الريباوند لستيفن جراي وفي خطا ستة وأربعين ستة وثلاثين. التقدم الأكبر لهلا عم يكون للنادي الرياضي على نادي التضامن الزوق. النادي الرياضي بيروت عم يعمل أكبر تقدم لقاله لهلا بفارق 10 نقاط. تحت الباسكت جيرارد فيموس. واو بيسجل جيرارد فيموس نقطة ال 11 كمان. 11 نقطة لجيرارد فيموس. 6 ريباوندز. 11 نقطة لأحمد إبراهيم و11 نقطة و5 ريباوندز لعلي حيدر. هول التوب سكوررز بالمباراة لهلا. جا عبد النور ما بيسجل هو بيلتقط الريباوند وبلوك شوت من بشير العموري وخيو طارق العموري بيلتقط الريباوند. وبتكون الاوفنس لمصلحة التضامن ولكن في اوفنسيف فاول على جيرارد فيموس. اوفنسيف فاول على جيرارد فيموس. ثمانية وثلاثين ستة وأربعين. أول خطأ يحتسب بالكوارتر الثالث. سريع جدا كثير مرق بسرعة الكوارتر الثالث. حسن دندش عم بيطلع هو كمان بسرعة بيسرع اللعبة. حسن دندش يستفيد ولكن ترانزيشن ديفنس كانت سريعة من النادي الرياضي. أحمد إبراهيم بيلتقط الريباوند. أحمد بده يجرب يكمل على الباسكت. عمر الترك دخل لأرض الملعب. علي حيدر تحت الباسكت. أوه علي حيدر شو هالظهور الممتاز
اول دخوله شمعة على طوله، طوله المترين وثلاثة لمواليد التسعين لعلي حيدر. اول دخوله شمعة على طوله وستيفن جراي بيسجل ثالث 3 بوينتس لإله، نقطته ال 11، 3 من 7 عن ارك ل 3 بوينتس، الرياضي مسجلين 3 من 11 عن ارك ل 3 بوينتس، بينما التضامن 3 من 15، احمد ابراهيم معه نديم سعيد، ممتاز احمد ابراهيم، يعني الرجعه يلي عم بيبين فيها احمد ابراهيم بعد الاصابه الكبيره يلي تعرض لها، احمد كان عنده اصابه بكتفه منها سهله ابدا، ولكن عم نشوف هون انه احمد عم يرجع يظهر بشكل ممتاز بأولى هالمباريات هالسيزن إن شاء الله بتكون، يعني قبل هالمباراة كان تم تكريم أربع شخصيات رياضية من قبل النائب بهية الحريري، أولهم كان رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية الأستاذ جان همام، رئيس النادي الرياضي المهندس هشام الجارودي، والأستاذ هنري شلوب بالوقت يلي علي حيدر، علي حيدر عم بيستعرض شو هالعلي حيدر، 15 نقطة مبلش ممتاز وكمان حلوة من جيرارد فيموس، 15 نقطة لعلي حيدر 58-43. استاذ جان همام يلي كان خبرنا انه ان شاء الله من هون لاخر الشهر، مفروض من هون لاخر الجمعة يكون في خطوة فعلية من قبل الاتحاد الحالي لكرة السلة، والامور اذا مشيت مع اقرار التعديلات ان شاء الله بركي باخر الشهر يرفع للفيبا التعديلات، وما بيكون بقى في عائق قدام الاتحاد الدولي انه يقدر يرفع الايقاف عن لبنان، بس هذا كمان بده وقت. عمر الترك ما بيسجل الريباوند، لمين رح يكون البوسيشن؟ رح تكون لمصلحه النادي الرياضي، 54-43، يعني ضربة معلم صفقته لعلي حيدر اللي مبين لهلا للنادي الرياضي، دخول اللاعب رقم 17 عزت ايسي، كمان من لاعبين اكاديمية هارلم اللبنانية لكرة السلة علي حيدر، نقطته 17، علي حيدر يعني علي حيدر 17 نقطة 6 ريباوندز، على كل الأحوال بدي أقول لكم كل ليلة بدورة حسام وكل يوم رح يكون عندنا بست بلاير ام في بي للمباراة، ورح يكون عنده فاوتشر بقيمة 500 دولار مقدمة من بوتيك سرار بفرعين الحمراء وصيدا، يعني اليوم ما بعرف شو رح يعملوا سرار، لأنه الهيئة إذا علي حيدر هو بست بلاير لهلا مترين وثلاثة، ما بعرف اذا في تياب على المترين وثلاث بصراحه، وبكتافه رايحين بالعرض ما شاء الله عنه علي حيدر. نديم سعيد، نديم سعيد عم يحصل على الخطا، ستيفن جراي اوت اوف باوند، روي سماحه بيدخل بدلا من اسماعيل احمد، حاليا النادي الرياضي من دون ولا اي اجنبي، اسماعيل بيطلع على يرتاح على البنش، الرياضي من دون ولا اي اجنبي، عماد محمد همدر مسافه البعيده ما بيسجل الريباوند، ما بينجح يعمله، جيرارد فيموس كان عم يجرب يحصل على الكره، اخر دقيقه و14 ثانيه لنهايه الكوارتر الثالث من هالمباراه، عزت ايسي من اللاعبين الناشئين بالنادي الرياضي، عمره 17 سنة بس علي حيدر جرب هون انه يسجل عن الثري بوينتس ما بينجح، نديم سعيد يعني نديم يلي ما ظهر اليوم بالمستوى يلي معودنا عليه، خمس نقاط بس لنديم سعيد، جيرارد فيموس ما بينجح انه يسجل، محمد همدر بيلتقط الريباوند لمحمد همدر، الباسكت بتتسجل حلوة، فرصة الاند وان لا ستيفن جراي، فرصة الاند وان هون بالاعادة عم نشوف بيحصل على الخطأ، واضح كان الخطأ،
26 ريباوند لهلا لنادي التضامن، بالمقابل 32 ريباوند لنادي الرياضي. جراي بيسجل نقطته ال 14 نقطة، بيصير ثاني أفضل سكورر بالجيم بعد علي حيدر ب 17. علي حيدر مع محمد همدر ما بينجح إنه يسجل، روي سماحة بيتعرض للخطأ، يعني بعتقد النقطة اللي راح يكون عندنا عليها ادفانتج النادي الرياضي مع مغادرة جو فوغل لنادي الهومنتمن. جو فوغل يلي خدم كرة السلة اللبنانية كتير وكتير وكتير وأعطى كتير لكرة السلة، ما بعرف شو بده ينقال عن جو فوغل غير إنه بيستاهل جواز السفر اللبناني يلي منح لجو فوغل لحتى يكون لاعب مجنس مع الفرق اللبنانية. بدي أقول إنه هون برحيل جو فوغل النادي الرياضي هالجاب يلي صارت بروحة جو بعتقد رح تكون مسكرة بوجود علي حيدر ووجود روي سماحة، لأنه علي حيدر ظهر بمستوى ممتاز. مان تو مان ديفنس من النادي الرياضي، نديم سعيد عم يخترق هو على الباسكت وفي جول تاندينج، الكرة تحتسب باسكت صحيح القرار للحكام اللبنانية لأن الكرة لمست بالبورد. باقي 5 ثواني لنهاية الكوارتر الثالث، في تايم اوت للمدرب سلوبودان سوبوتيتش. المنصة الرئيسية والزميل حسام الدين زبيبو منسق قطاع الرياضة بتيار المستقبل، وفي حفل الافتتاح اليوم كان ممثل الأمين العام للتيار الأستاذ أحمد الحريري، وكمان الأستاذ نزار الرواس مدير البطولة. بالوقت يلي انتهاء الكوارتر الثالث رح نروح نحن وياكم لبريك سريع قبل ما نرجع من بعدها لمتابعة الكوارتر الرابع والأخير من النهار الأول، خليكم معنا. عودة نحن وياكم مشاهدينا لمتابعة الكوارتر الرابع والأخير من المباراة يلي عم تكون بإطار الدور الأول واليوم الأول لبطولة حسام الدين الحريري لكرة السلة بنسختها الـ 23. بكرة النهار الثاني من الدورة، المباراة الأولى يلي رح تبلش معنا الساعة 3:30 مباشرة على الهواء رح تجمع ما بين بيبلوس والأنترانيك، بينما المباراة الثانية راح تكون بين المتحد طرابلس وهوبس بمباراتين منقولتين مباشرة على الهواء. نهار السبت نهار بعتقد راح يكون حامي، التضامن الزوق بمواجهة عمشيت الساعة 3:30 والرياضي وبيبلوس الساعة 5:30، يعني والعاني باسكت على المستقبل النهار السبت. اسماعيل احمد جرب يعمل اسيست هون، نديم سعيد بالفاست بريك وبيسجل نديم سعيد، الفارق بينزل لستة، 56-50. حلو كتير هالجيم عم بتكون بين الرياضي بيروت والتضامن الزوق. عم
عمر ترك سجل عن ارك الثري بوينتس. ستيفن جراي ما بيسجل. العلوه علوه من مروان زياده او جاد بيتار. شو اجى على بالي مروان زياده، جاد بيتار هو اللي بيتابع وبيسجل. جاد بيلتقط الريباوند. 59-52 ستيفن جراي عن ارك 3 بوينت ما بيسجل. نديم سعيد بيلتقط الريباوند. نديم من النقطتين بيسجل نديم، والفارق عم ينزل خمس نقاط. 59-54 11 نقطة دبل فيجرز لا نديم سعيد، حامي المباراة بين الرياض بيروت والتضامن السوق ولا مباراة دورة حسام الدين الحريري. كنت قلت لكم قبل ما تقلع على المباراة، قلت لكم هيدي مباريات حامية التضامن والرياضي، يعني من نهاية التسعينات وكلنا بنتذكر الجيمات اللي كانت تجمع التضامن والرياضي. وهيدي الشيء عم يبرهنوا وسطه بضان سوبوتيتش ومروان خليل، عم بيقدموا لنا مع لاعبينهم مباراة ولا أروع. ربيعة المصري يعني بركي هيك بتكون هيدي ساين وبتكون رسالة لكل اللي عم بيجربوا إن شاء الله يلاقوا حل لا مشكلة كرة السلة بلبنان، انه هالمباريات الحلوة ويلي عم تتابعوها معنا على التلفزيون والجمهور يلي موجود بالملعب ويلي رح يزيد يوم بعد يوم بعدنا بالنهار الاول، بركي هيك بيحن قلبهم شوي بيقولوا بلا مشاكل. على كل الاحوال برجع بذكركم كمان بكرة مباريات جديدة، مباريات جديدة بكره بيبلوس بمواجهه الانترانيك والمتحد بمواجهه الهوبس. علي حيدر نقطه 18 6 ريباوند. نقطه 19 لعلي حيدر. علي حيدر عن الفري ثرو لاين 4 من 5 19 نقطه، افضل سكورر بالجيم 61-54. محمد همدر لجاد بيتار. ستيفن جراي ما بيسجل. محمد همدر بيلتقط الاوفنسيف ريباوند وخطأ على علي حيدر، اول خطأ. 30% نسبته لستيفن جراي عن ارك 3 بوينتس، 3 من 10 عن ارك 3 بوينتس، مسجل 14 نقطة، هو أفضل سكورر بالنادي التضامن. جيرارد فيمس مسجل 13 نقطة و11 نقطة لنديم سعيد. محمد همدر عند فري ثرو لاين بيسجل، فارق عم ينزل للستة 61-55. نقطة الثالثة ل همدر ما بيسجل عن الفري ثرو لاين. ريباوند لجان عبد النور، ثامن ريباوند لجان عبد النور. افضل ريباوندر لهلا بالجيم هو اسماعيل احمد معهم 9 ريباوند. جان عبد النور وبشير عموري وجيرارد فيمس ومحمد همدر، كل واحد من هول اللي قلتهم معه 8 بالوقت يلي علي حيدر نقطته ال 21 21 نقطة لعلي حيدر. شو هالمباراة اللي بلش فيها البطولة علي حيدر ومبلش فيها ظهوره بكرة السلة اللبنانية. محمد همدر بلوك شوت من علي حيدر والريباوند من علي حيدر. بلوك شوت وريباوند، النادي الرياضي عنده فرصة طلع الفارق لعشر نقاط. علي حيدر وصل لعند اسماعيل احمد عن ارك 3 بوينتس ما بيسجل. الريباوند لجان عبد النور، تاسع ريباوند لجان عبد النور، وبصير هو واسماعيل احمد افضل ريباوندريه بالجيم لهلا ومتعادلين كل واحد معه 9 ريباوندز. عمر ترك، عمر بده يخترق، عمر جرب يسجل ما بينجح. محمد همدر بلتقط الريباوند التاسع له كمان 36 ريباوند هلا التقط النادي الرياضي، 32 ريباوند لنادي التضامن، تورن اوفر على نادي التضامن
ست دقائق و21 ثانية لنهاية الكوارتر الرابع. ميغال مارتينيز توصل لعند علي حيدر، مرتاح على البوست علي حيدر، ما بيسجل هالمرة. بشير عموري عم يدافع عليه بشكل ممتاز، 9 ريباوندز كمان صاروا لبشير عموري. يعني اليوم الشباب اللي عم بيلعبوا على الفور والفايف، لأنه أساسا السكور كتير واطي، يعني في كتير شوطات ضايعة خصوصا عن آرك 3 بوينتس. يعني النادي الرياضي 4 من 14 مسجل عن آرك 3 بوينتس، بينما نادي التضامن مسجل 3 من 18. ومش بس انه هن عم يشوطوا كتير اتمتس عن آرك 3 بوينتس وما يسجلوا الفريقين، كمان في ديفنس. يعني مروان خليل ممتاز، يا كوتش مروان خليل المدرب اللبناني لنادي التضامن عم ببرهن انه المدربين اللبنانيه قادرين يجيروا واحد من اهم الكوتشي باوروبا اللي هو سلوبودان سوبوتيتش. بالوقت يلي علي حيدر 24 نقطة، 24 نقطة لعلي حيدر، 2 من 4 عن ارك 3 بوينتس لعلي حيدر، 7 ريباوندز لعلي حيدر و 7 اسيست لاسماعيل احمد. بشير عموري 10 ريباوند كان له لبشير عموري. بتبقى لمين الكرة؟ بتبقى لمصلحة النادي الرياضي، البوسيشن لمصلحة التضامن. شو هالمباراة، شو هالمباراة، 5 دقائق و 3 ثواني، حلوة بداية حلوة لدورة حسام الدين الحريري لكرة السلة، بداية حلوة كثير. أمير سعود رح يدخل بدلا من عمر الترك، باقي 5 دقائق و3 ثواني لنهاية الجيم، أول مباراة بالدورة، أول مباراة بدورة حسام الدين الحريري لكرة السلة. 13 يوم من مباريات كرة السلة، حسن دندش، حسن دندش حلوة، ذكي كتير هالموف. نقطة السادسة لحسن دندش، وذكية جدا هالسلة اللي قدر يسجل منها حسن. 66 علي حيدر، يعني ابراهيم مكداش زميلنا المخرج، مخرجنا اذا فينا نشوفها بالاعاده وقتها نقدر. بوب هيدي كثير حلوه كانت، ما تقول لي ما فيك، عندك 10 كاميرات، اذا بتقول لي ما فيك في مشكله. جيرارد فيموس، جيرارد فيموس بيحصل على الخطا، حلوه كثير كانت هالنقطه. 26 لعلي حيدر، 26 نقطه لعلي من اصل 68، يعني اول ظهور له مع النادي الرياضي. علي حيدر عم بيكون ممتاز، جيرارد فيموس كان بلش اول 2 كوارترز بطريقه ممتازه، من بعدها بعد دخول اصلا علي حيدر هو واسماعيل صاروا تحت الباسكت، خفت كثير فعاليته لجيرارد فيموس. 58 68، بعتقد يعني سرار ام في بي اوف ذا جيم انحسمت لعلي حيدر، بعتقد يعني حتى لو خسر النادي الرياضي هيدي الجيم وكيف ما انقلبت، ما فينا ما نقول انه علي حيدر افضل لاعب بالمباراه لهلا. الكره بتوصل لعند جان عبد النور، بيخترق جان عبد النور، بيحصل على الخطا، جان عبد النور بيحصل على الخطا. 3 دقائق و53 ثانيه، 68 59، كل الامور بعدها والاحتمالات مفتوحة بهيدي المباراة، ما في شيء انحسم وما في شيء خلص. جان عبد النور بيسجل عن الفري ثرو لاين، حسن دندش
حسن دندش تورن اوفر على نادي التضامن. تحت الباسكت في خطأ لمصلحة اسماعيل احمد. 70-59 اسماعيل احمد راح يكون عنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. الاولى بيسجل منها اسماعيل. اول مره عم يوقف على الفري ثرو لاين اسماعيل احمد. على فكره اسماعيل عم يلعب بخبرته مع النادي الرياضي، عم يلعب بشكل ذكي، وهون كيف الواحد يعني لما شوي يتقدم بعمره بده يصير يستعمل عقله اكثر من قوته، وهذا الشيء اللي عم يظهر اسماعيل احمد انه هو ليدر على الملعب، وعم يعمل 7 اسيست 9 ريباوندز 10 نقاط. جيرارد فيموس. نديم سعيد. نديم بده يسدد عن 3 نقط. نديم سعيد ما بيسجل عليه. حيدر بالتقط الريباوند الثامن لإله. 26 نقطة 8 ريباوند لعلي حيدر. علي حيدر عم يكمل هو على الباسكت، بيحصل على الخطأ من بشير عموري وعنده تسديدتين على الفري ثرو لاين. أول خطأ على بشير عموري. 6 نقاط 10 ريباوندز لبشير عموري، وهو أفضل ريباوندر بالجيم لهلا بشير عموري مع 10 ريباوند. في تايم أوت للمدرب مروان خليل. تايم أوت للمدرب مروان خليل. التايم اوت. علي حيدر عم بيسجل نقطه 27 5 من 6 عن الفري ثرو لاين. 27 نقطه 28 نقطه 6 من 7 عن الفري ثرو لاين لعلي حيدر. 28 نقطه 74 59. 15 نقطه التقدم للنادي الرياضي. كره لعند علي حيدر تحت الباسكت وبيحصل على الخطأ من جراي. ستيفن جراي بيرتكب خطأ، الخطأ الرابع على ستيفن جراي. هون علي حيدر كان بجرب يستعرض. برجع بذكركم علي حيدر هو لاعب لبناني كان عم يلعب بجامعة ميشيغان بالان سي دبل اي، عنده جنسية كندية ولكن هو لبناني، واساسا يعني مثل ما كنت عم اقول بداية الجيم كان يلعب بأكاديمية هارلم من زمان زمان زمان. علي بيسجل واحدة من اثنين. علي 7 من 9. سلوبودان سوبوتوتش بعتقد بالكوارتر الرابع صار راضي أكثر على فريقه، بس التضامن كمان والرياضي اليوم فرجونا صورة حلوة كثير لانطلاقة هالبطولة. التضامن يعني جيرارد فيمس بعتقد أثر عليهم شوي انه تراجع مستواه بالكوارتر الثالث والرابع. جيرارد فيموس فرق منيح مع التضامن، يعني بالوقت يلي ميغال مارتينيز عم يعمل فيه الستيل والرياضي عم يبعد اكثر بالفارق، والفارق الاكبر لهلا 20 نقطة. الفارق الاكبر لهلا 20 نقطة للنادي الرياضي.
do you mean it's like this? Okay? Okay. Listen. Like, John, jump on the فازن اكيد يعني باقي من الوقت حاليا 2:29 ثانية. برجع بذكر الكل بمباريات بكره، يعني بكره نبلش مباريات معكم ابتداء من الساعة 3:30 بعد الظهر. اولى المباريات بيبلوس والانترانيك بكره الساعة 3:30 مباشرة على الهواء، المتحد والهوبس الساعة 5:30 مباشرة على الهواء كمان. بعتقد صعبت كثير على التضامن، ولكن المباراة هلا علي فيها الفارق لهال 20 نقطة. علي حيدر بيلتقط الريباوند التاسع بالوقت يلي نديم سعيد ما سجل عن ارك الثري بوينتس، ما عنده ولا أي وحدة ناجحة عن ارك الثري بوينتس اليوم. نديم سعيد رياضي عم يلعب من دون اسماعيل احمد، من دون اجانب على الملعب حاليا، بالوقت يلي التضامن بعده باجنبيين ستيفن جراي وجيرارد فيمس. نديم سعيد جرب كمان انه يسجل ما بينجح. امير سعود بيلتقط الريباوند الثالث لإله. علي حيدر وصلها لعند جان عبد النور، اوبن شوت عن ارك 3 بوينتس ما بتتسجل، الريباوند بيكون للتضامن والفاست بريك مع جيرارد فيمس، وبيستعرض جيرارد فيمس. تسديدة عن ارك لثري بوينتس تتسجل من قبل امير سعود. المباراة عم تروح للفوز الاول للنادي الرياضي بهالبطولة، اول فوز للنادي الرياضي. اخر ثواني، المباراة عم تنتهي بفوز للنادي الرياضي بالوقت يلي يعني بدنا نقول انه ام في بي الجيم، وافضل لاعب اختارته شركة سرار وبوتيك سرار هو عم بيكون اللاعب علي حيدر. علي حيدر هو اللاعب الأفضل بالمباراة، اللاعب الأفضل هو علي حيدر، لأنه بالفعل ظهر بمستوى ممتاز علي حيدر. خمسة من سبعة جيرارد فيمس، 6 من 8 ونقطه ال 20 لجيرارد فيمس. 82-64 توصل لعند امير سعود مره جديده عن ارك 3 بوينتس، كمان بيسجل عن ارك 3 بوينتس 3 من 7 نقطه التاسعه. نديم السعيد بيسجل نقطه ال 13 85-64 85-64 افضل سكورر بالجيم علي حيدر 29 نقطة وراء جيرارد فيمس ب 20، من بعدها ستيفن جراي ب 14 واحمد ابراهيم ب 13، هدول الافضل مسجلين بالمباراة. افضل ريباوندر بالجيم هو بشير عموري ب 10، اسماعيل احمد ب 9، علي حيدر ب 9، جان عبد النور معه 9 كمان، ومحمد همدر معه 9. افضل ريباوندري بالجيم جراي مصر عن ارك 3 بوينتس، والمباراة يلي بتنتهي، المباراة يلي بتنتهي ب 40 ريباوند للرياضي بمقابل 36 للتضامن.
بهالوقت يلي عم يكون فيه مع علي حيدر افضل لاعب بالمباراة. رح خلي اكيد قبل علي حيدر رح ياخد جائزة افضل لاعب بهالجيم رح تقدم له من بوتيك سرار. رح يكون عنده جائزة 500 دولار علي حيدر رح تكون مقدمة له لعلي حيدر. صار جاهزة الخبرية معنا ابراهيم. علي حيدر وممثل شركة سرار. علي حيدر رح ياخذ جائزة أفضل لاعب بيستاهلها علي حيدر. أفضل لاعب من بعد علي حيدر رح يكون إلى جنبي. علي حيدر رح يكون إلى جنبي لناخذ انترفيو سريعة منه. علي حيدر انجلش اور عربيك؟ مثل ما بدك. مثل ما بدك. برافو علي. ذا فيرست جيم كانت ممتازة لإلك. 29 بوينتس 9 ريباوندز بس كمان اعطيت هيك بوش كثير قوي للرياضي. كيف شفت اول جيم لك بلبنان؟ الحمد لله الحمد لله توفقنا اليوم واني توفقت ان شاء الله الحمد لله. و الكوتش كان سو لايك نعطي الكريدت للكوتش عشان هو اللي عم يحضرنا and he's been working us hard so big thank you for the coach and just my teammates found me like when I'm against any open so they gave me the ball when I like had this like the chance to score. بس شو هالعرب شو هالعربي هيدا كله انجليزي. ثانك يو علي حبيبي. ثانك يو لك مبروك حبيبي. ثانك يو فأزن علي كان عم بيقول اكيد بمساعده الكوتش. بسرعه رح اخذ كوتش مروان خليل قبل ما اختم بوب ما اقل من دقيقه مع كوتش مروان خليل. كوتش مروان يعني الظهور الاول لك بدورة الحريري انا حكيت يمكن على الهواء كثير عنك بس بالفعل ما شاء الله عندكم فريق ممتاز. فرقوا معك اجانبك اثنيناتهم وقفوا بالكوارتر الثالث والرابع بس بينت انه التضامن قادر يرجع على الدرجه الاولى وعلى دور الاضواء بامتياز. كيف شفت الجيم؟ ليك نحن فريقنا بعد ما انه جاهز يقدر يلعب ال 40 دقيقه على ذات الريتم وهذا مع فريق كبير مثل الرياضي. يعني الرياضي انه عندهم الخبره وعندهم كل اللي لازمهم يقدروا يحافظوا على الاستابيليتي وعلى السيستم تبعهم فور ذا هول 40 مينتس. نحن هذا الشيء ما قدرنا نعمله بس انا كثير راضي عن طريقه لعب الفريق ككل. اكيد الخبره ناقصتنا والاحتكاك وهذا الشيء بيتحقق مع الوقت. فريقنا كله عناصر كتير ممتازة بس جداد يعني بعضهم يونغ صغار بالعمر بدهم وقت ليثبتوا حالهم وبعتقد نحن على الطريق الصحيح. يعني كتير راضي عن الماتش اللي لعبناه اليوم وانا بقول لك انه بالفعل كنتوا ممتازين واللي بين هيدا اللي عم تحكيه انه اول اثنين كوارترز كانوا كتير كلوز وكنتوا قراب على بعض انت والرياضي. ان شاء الله هيك بجيم لجيم بنشوفكم بعد ان شاء الله اثبت واثبت. ثانك يو. ثانك يو لك كوتش مروان. ثانك يو. فاذا مشاهدينا وين بدك ابراهيم هاي ولا هاي؟ مشاهدينا بدي اقول انه لليوم خلصت نقلنا المباشر ولكن رح نعطيكم موعد جديد بكره ابتداء من الساعه 3:30 من هون لنرجع نلتقي نحن وياكم ان شاء الله على خير وسلامه. تحياتي لكم معلق المباراه صبحي قبلاوي وزميل المخرج ابراهيم مكداش وكل فريق العمل والى اللقاء. Remix.